لا لا لغوا في الخطبة يعني، لأن ما خاصة أن كثير من يرى الخطبة الثانية يعني دعاء، يعني ليس من الخطبة، ما يعدونها من الخطبة. سهلة هذه إن شاء الله تعالى. ثانية بس هذه هي؟ أي نعم. يقول بعض المصلين يتحركون قبيل إقامة الصلاة، يعني قبل أن تنتهي الخطبة تماما، أثناء الدعاء، ختم الإمام الدعاء مثلا، بعضهم يقوم. هذا من الحركة التي تعتبر من اللغو؟ لا، لا تعتبر من اللغو، وإن كان الأصل يبقى الإنسان حتى يبدأ بالإقامة. والله أعلم.